مزيد من المتابع ينضم إلينا من فلوريدا دكتور فاضل اليونس الباحث في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط. دكتور فاضل مساء الخير. دكتور فاضل، يعني بداية مع تولي ترامب رئاسة أو ولاية ثانية للولايات المتحدة الأمريكية، يعني كيف تجد من خلال تصريحاته أو سياساته السابقة علاقته بمنطقة الشرق الأوسط؟ هل سيكون هناك تغيرات وفقا للظروف الحالية أم ستكون نفس السياسة التي انتهجها من قبل؟ أعتقد أن السياسة الأمريكية ستتغير في زمن الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، وسوف تكون نوعا ما مختلفة عن سياسة إدارة الرئيس بايدن وكامالا هاريس. يمتاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه رجل سياسي ورجل براغماتي، أي أنه ولديه علاقات طيبة مع معظم الدول، سواء كانت العربية أو سواء دولة إسرائيل. لذا أعتقد أن دونالد ترامب سوف يستمر على نهجه منذ الولاية الأولى، ولكن هذه المرة قد يكون أكثر تشددا وأكثر حزما في غلق الملفات، سواء كانت الملفات العربية الإسرائيلية أو الملف الفلسطيني والملف الإيراني، لأن هذه المرة يمتاز دونالد ترامب بعد أن اكتسب خبرة سياسية من الولايه الاولى، وكذلك قد ضم اليه الكثير من العناصر في فريقه التي تمتاز بالذكاء والحكمه. لذا اعتقد انه سوف، ولا ننسى ان هذه الانتخابات قد افرزت اغلبيه جمهوريه في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، اي ان القرارات، ان القرارات التي سوف يتخذها لن تعارض، لن تكون لديه معارضه، وسوف من السهل ان يمضي بالاجراءات او اي الدعم، سواء كان دعم الأصدقاء أو الحلفاء في المنطقة. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيكون حازما وسيكون مباشرا مع هذه الملفات ويحاول أن يغلقها، لأنه لديه الكثير من الملفات، سواء كان على الملف الداخلي أو على الملف الأوروبي أو الملف الصيني. لذا أعتقد سوف يكون حازما مع الملفات الشرق الأوسطية، وسيكون سيقدم خيارين لهذه، يا اما طيب دكتور فاضل، هل نستطيع ان نقول انه تعلم من اخطاء بايدن؟ يعني كانت هناك مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية من شباب الجامعات، يمكن هذه فئة ليست بقليلة، سواء حتى من العرب الموجودين بالولايات المتحدة او غير العرب. هل من الممكن ان يؤثر ذلك على سياسات اتجاه غزة على وجه التحديد؟ وكيف سيوازن بين هذا الامر وما بين وعوده لنتنياهو أو لدولة إسرائيل كالولايات المتحدة كما نعلم هي حليفة أساسية أو استراتيجية لإسرائيل؟ أعتقد أنه فيما يخص موازنته، أعتقد أن الرئيس الأمريكي الآن سوف يتجه بالأهداف التي وضعها، وهي دعم إسرائيل وحليفه نتنياهو، وخاصة إذا علمنا أن هناك كانت الكثير من الاتصالات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والأمريكي التي كانت تصب في مصلحة الانتخابات، في انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان يماطل في إنهاء هذه الحرب ليتسنى له وصول دونالد ترامب الحليف القديم أو الحليف الذي أعطاه الكثير. أعتقد أنه سوف يمضي، لن يقوم بالموازنة، سوف يقوم بدعم كامل وكلي الى حليفه في الشرق، حليفه نتنياهو. نعم، قد وعد الجاليه العربيه، قد وعد الجاليه الاسلاميه في الولايات المتحده الامريكيه بانهاء الحرب، ولكن لم يتطرق كيف سوف يقوم بانهاء الحرب. اعتقد ان اسرائيل سوف لن تنهي الحرب حتى تحقق اهدافها بالقضاء على ما يهدد امنها القومي، وهذه فرصة تاريخية بوصول دونالد ترامب إلى السلطة، حيث أن دونالد ترامب معروف بدعمه الكبير لدولة إسرائيل وأمنها. هم كل الحزبين يدعمون أمن إسرائيل، ولكن أعتقد دونالد ترامب سيكون أكثر داعما لهذه الموضوع، وسوف يعمل على تحقيق أهداف الحكومة الإسرائيلية بتأمين الأمن القومي الإسرائيلي، حتى وإن استلزم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مباشرة في هذا الصراع. طيب دكتور فاضل، ايضا العلاقه بين مصر والولايات المتحده هي علاقه استراتيجيه، علاقه سياسيه ودبلوماسيه وايضا اقتصاديه. كيف سينفتح ترامب على هذه العلاقه خلال هذه المرحله، وخاصه اذا تحدثنا ايضا عن، يعني يمكن مصر كان لها دور كبير في تحقيق الهدنه او يعني في محاوله الوصول الى هدنه لغزه، كيف من الممكن ان يكون هناك مساعده امريكيه في هذا الاطار؟
لا يخفى على المتابع للشان السياسي ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ينظر بنظره ايجابيه الى دوله مصر ويعتبرها حليف استراتيجي في المنطقه، على عكس الحزب الديمقراطي الذي لديه توجهات في ملفات اخرى. اعتقد ان ما يخص العلاقه الان القادمه مع الولايات المتحده الامريكيه ستكون افضل من العلاقه بين الحكومه المصريه وحكومه، على الرغم من انها جيده، ولكن اعتقد انها سوف تكون افضل واكثر صحيا بعهد ترامب، لان الرئيس الامريكي ترامب يعول على الملفات الاقتصاديه ويعول على التعاون المصري في المنطقه، وخاصه لا يخفى على الكل ان الوجود او التاثير المصري في المنطقه له تاثير كبير، سواء كان تاثيرا امنيا او سياسيا وحتى اعلاميا. فاعتقد انها ستكون علاقه مميزه وستكون ستتطور بصوره افضل من سابقتها مع الرئيس او مع الاداره السابقه. هناك بعض الملفات قد تفتح، ولكن اعتقد ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سوف يقوم بتعزيز هذه العلاقه بصوره ايجابيه مما ينفع البلدين. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من فلوريدا الدكتور فاضل اليونس الباحث في الشؤون الشأن الأمريكي والشرق الأوسط، شكرا جزيلا.